يا مساء الفل على كل حبايبنا اللي بيتابعونا من كل مكان. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من لقمه هنيه. في الحقيقه احنا النهارده هنعمل وصفات سي فود شهيه جدا، وصفات سي فود خطيره. قبل بس ما اخش على الوصفات، انا عايز اشارككم احساس كنت حاسه امبارح، واعتقد كتير جدا من حضراتكم كان حاسه، احساس كده بالفخر واحساس بالانتماء واحساس بالفخر للانتماء للهويه المصريه. يعني ايه هويه؟ وايه علاقه ده ببرنامجنا هنا؟ فكره انه احنا نتائج ثقافات مختلفه، يعني بصرف النظر الحضاره دي كانت حضاره مصريه قديمه او حضاره قبطيه او حضاره اسلاميه او حضارات متعاقبه مختلفه، احنا نتاج الثقافات المختلفه والحضارات المختلفه ده، فلازم نبقى حاسين بالفخر كده والشرف انه احنا لينا تاريخ مشرف. مش كل الدول على فكره ليها تاريخ مشرف بالشكل ده، يعني فكره انه ال- 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 الارث الحضاري والثقافي اللي عند المصريين ده، دي نعمه من عند ربنا مش موجوده عند ناس كتير، لازم نكون احنا فخورين بيها فخر شديد جدا. تلاحظوا انه دايما احنا هنا في برنامج لقمه هنيه احنا فخورين بانتمائنا لمصر. عشان كده حتى المكونات اللي بنستخدمها، انا عارف ان الموضوع يمكن تكون مقارنه بسيطه جدا، لكن ده حقيقي، ده شيء احساس داخلي عندنا وعند كرو العمل. حتى المكونات اللي بنستخدمها في معظم الاحيان مكونات مصريه. التشيفت كوت اللي انا لابسه ده، اللي كتير من حضراتكم بيسالني انت ما بتغيروش كتير ليه، هتلاقوا عليه علم مصر هنا من ساعه ما بدانا، من قبل حتى نبتدي، من ايام او اول ما ظهرت في التلفزيون. والتشيفت كوت اللي انا بلبسه عليه علم مصر، ده نتاج الاحساس بالفخر للانتماء لمصر. فحبيت اشارككم بس الاحساس الجيد الجميل انا حسيت بيه امبارح. حاجه تانية مهمه برضو، يوم الجمعه الجاي ان شاء الله هيكون يوم اليتيم. انا بدعو حضراتكم انه انتوا تعملوا خطه من دلوقتي، زي ما بتعملوا كده لو في اي مناسبه قادمه بترتبوا لها او تجهزوا لها، اعملوا كده برضو، رتبوا وجهزوا ان اليوم ده تدخلوا السرور على قلب طفل يتيم. مش لازم تروحوا مؤسسه خيريه والكلام ده كله، لا، اكيد في دايرتكم عارفين حد، قريبكم، جاركم، في الشارع اللي انتوا ساكنين فيه، في مكان قريب منكم. فانا بدعو حضراتكم ان انتوا يوم الجمعه الجاي، هو يوم اليتيم، خصصوا اليوم ده، خصصوا نص ساعه بس من اليوم ده، ساعه بالكتير قوي من اليوم ده، فان انتوا تتدخلوا السرور كده على قلب احد الايتام. ربنا يا رب يكون في عونهم ويسهل لهم حياتهم يا رب. طيب هنعمل ايه النهارده بقى؟ تعالوا نخش في الاكل بقى، يلا. النهارده هنعمل سي فود، وانا يوم السي فود ببقى سعيد جدا لان انا بحب وصفات السي فود في الحقيقه. هنبتدي النهارده بوصفه الاروس بالكريمه. هنا في نقطه مهمه جدا، وصفه صينيه الاروس بالبطاطس، ودي انا كنت اتكلمت عنها من 3 حلقات وقعدت أدن واقول انه انا ما عملتش قبل كده صينيه سمك بالبطاطس، وفي نفس الوقت عندي اعتراض على فكره صينيه السمك بالبطاطس، وفي كتير من حضراتكم بعت لي وكان مش بيهاجم يعني، بس كان بيعترض على فكره انه ليه ما احنا بناكل صينيه السمك بالبطاطس بتبقى طعمها حلو جدا. ساعتها انا قلت انه المشكله كلها من وجهه نظري او بالنسبه لي هي انه البطاطس بتاخد وقت للتسويه اكتر من الوقت اللي السمكه بتاخده، فاحنا لما بنعمل صينيه سمك بالبطاطس بنظلم السمكه. فانا النهارده بقى مش هظلم السمكه. ازاي؟ ان البطاطس دي نصف مطهيه لسه كمان هتتحمر، يعني البطاطس دي هتبقى كامله الطهي قبل ما تخش في الصينيه في الفرن. هتطلع وصفه حلوه جدا هنشوف. كمان النهارده هعمل جمبري. جمبري في الطاسه بالكزبره والثوم، طعم مستساغ جدا، قريب جدا من النكهات اللي احنا بنحبها بطريقه سهله وسلسه جدا. كمان بعد ما اخلص ده هعمل سمك كريسبي. عارفين ايه السمك اللي موجود في الشارع عند الراجل بيتباع في سندوتشات كده، الراجل بتاع السمك والجمبري اللي بيبيع سمك وجمبري كده في الشوارع المختلفه. هنعمل النهارده وصفه اشبه ما يكون بالوصفه المعتاده دي اللي كتير من حضراتكم بيحب يشتريها من بره، هنعملها في البيت. طولت عليكم في المقدمه، بعتذر. انا دلوقتي هاخد فاصل، بعد الفاصل هنرجع نتواصل، استنونا اللي جاي خطير. يلا يا اهلا وسهلا بيكم مره تانيه، رجعنا من الفاصل. قبل الفاصل اتكلمنا عن الوصفات اللي هنقدمها النهارده، قلنا ان احنا هنعمل سمك اروس
صينية في الفرن بالبطاطس والكريمة، واتكلمنا عن طريقة مختلفة لسمكة القاروص تطلع السمك مستوي كويس مش مستوي زيادة عن اللزوم، والبطاطس مستوية كويسة مش مستوية قليل. كمان هنعمل النهاردة جمبري بالكزبرة والثوم، وهنعمل سمك كريسبي، سمك مقرمش حلو جدا ولذيذ جدا. أنا مع حضراتكم من دلوقتي ولمدة ساعة لربع كده على الهواء مباشرة. تقدروا تتواصلوا معانا من خلال رقم التليفون 010 9 10 4 تاني 0900 9 10 4. بص انا خدت وقت كبير جدا في انه انا احفظ الرقم ده، بس الحمد لله حفظته. تعالوا نقول مقادير اول وصفه، سمكه القاروص بالبطاطس والكريمه، وهنتكلم عن طريقه الطهي المختلفه بتاعتها اللي احنا هننتهجها في لقمه هنيه. يلا بينا. سمكه قاروص متوسطه الحجم، دي المقادير: نص كيلو بطاطس متقطعه حلقات، بصل مفروم، ثوم مفروم، فلفل رومي مفروم، زعتر، دقيق ولبن، زبدة، كوبايتين كريمة طبخ كبار، ملح وفلفل وشبت. فين بقى الكمون بقى وفين بقى الكزبرة والكلام ده كله؟ مش محتاجين على فكرة. النهاردة هنعمل وصفة طعمها باين، مش محتاجين نحط. بصوا أنا مش هتلاقوني حاطط كمون غير شوية كده، إيه ولا هنا حتى. أنا مش حاطط كمون النهاردة في أي وصفة من الوصفات، لأنه الكمون ممكن نستخدمه طبعا، في ناس بتحب الكمون جدا، والكمون من التوابل المفيده، فيها قيمه غذائيه جيده جدا وفيها فوائد للصحه، لكن في نفس الوقت هي بتغطي على الطعم بتاع الاكل بشكل كبير، فاحنا بنستخدمها بحرص. زي كده مثلا جوز الطيب على سبيل المثال، لما تيجي تستخدمه جوز الطيب وتحطه منها على الاكل خاصه على اللحوم الحمراء، هي بتدي طعم حلو جدا عبقري في الحقيقه، لكن لازم نخلي بالنا علشان هي طعمها قوي جدا زياده عن اللزوم، فبنحط منها كميات بسيطه جدا تخلي الطعم حلو من غير ما تاثر عليه تاثير سلبي. يلا يا ابو حميد تعالى نشوف هنعمل ايه هنا. الله يا ابو حميد، الله عليك يا مخرج يا جميل. يلا بينا. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب السمكه دي نحطها هنا عشان هنتعامل معاها حالا دلوقتي، وهنقرب مننا المكونات. ناخد البصل ننزل بيه هنا في خليك معايا يا ابو حميد. يلا يا استاذه فاتن، ازاي حضرتك؟ الو يا استاذه فاتن، ازاي حضرتك؟ الو، ازيك يا شريف؟ اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله، كل سنه وانتم طيبين. وانت بالف صحه وسلامه. وانت سو ديسنت، يعني تحيا مصر. فعلا انت بتقول لنا تحيا مصر بكل اللي انت بتعمله. الله يخليك، يسلم لي ذوقك والله، يا ربنا يخليك. على فكره انا صينيه السمك بالبطاطس، انا بعمل البطاطس الشرايح بتبقى شيبسي زي شيبسي، وباخدها غلوه على النار الاول، وبعدين ابتدي اعمل كل بقى الخطوات الله التانيه. الله عليكي. انت عارفه يا استاذه فاتن ان احنا عملنا كده النهارده، يعني البطاطس اللي انا هستخدمها دلوقتي حالا ممكن تجيبها لنا يا احمد، احنا خدناها غلوه على النار، فالبطاطس اصبحت نصف ثلاث ارباع مطهيه. بصي باينه عليها من هنا. ايوه، يعني لو مؤهله كده، مؤهله ان هي ما تعوقش تسويه السمكه. الله على حضرتك. الله الله الله. انا يا شريف على كل اللي بتقدمه لنا والافكار الجميله بتاعتك. انا اللي بشكر حضرتك على تليفونك، بشكرك على متابعتك. شكرا ليكي طبعا. بشكر حضرتك وبشكرك على متابعتك، وبشكرك على انه حضرتك يعني عندك مبادئ الطهي قويه جدا، انه حقيقي زي ما قلتي كده انه انت اصلا بتعملي كده من البدايه، من قبل ما احنا نقول كده، فشكرا ليكي. ودايما كده يا استاذه فاتن منورانا ومشرفانا باتصالاتك وبمتابعتك لينا. هنعمل ايه؟ ناخد شويه من الزعتر حطيناهم هنا. هو انا بعمل ايه هنا؟ انا بعمل تشويحه شهيه جدا من البصل والثوم والزعتر، حطينا انا شامم ريحه خطيره جدا دلوقتي. هات يا ابو حميد ده من فضلك كده قبل ما نحط عليه الدقيق. يلا بينا. هاجي هاخد هنا الدقيق كده واروح نازل بالدقيق واروح مديله تقليبه كده، هيتقل مني الدقيق. انا بعمل رو، عارفين الرو اللي هو الدهن مع الدقيق؟ حلو، ده اللي بيربط القوام او بيتخن القوام بتاع الصوصات المختلفه والشربات المختلفه، احدى طرق الربط. ندي كده تقليب، وبعدين سلام. انت مش متخيل سعادتي قد ايه يا ابو حميد. ندي هنا كده تقليب، هتلاقوا انه القوام بيتقل صح. يلا هاخد هنا، معلش يا احمد اقطع عليك كده، واروح جاي واخد اللبن. انا حطيت معلقتين من الكريمه كده،
ودلوقتي حطيت اللبن. يلا هدي تقليب كده، وعايز اهدي درجه الحراره هنا على ما احضر السمكه. تعالوا بقى نشوف هنحضر السمكه دي ازاي. هدي كده درجه الحراره واخد الكريم احطها هنا. يعني كده خلاص حطيت معظم المكونات، هنا فاضل بس الملح يا ابو حميد والفلفل الاسود، خفيف قوي فلفل اسود. تقليبه اخيره، وممكن نرجع نعلي تاني سنه عشان خلاص قربنا ندخل ده في الفرن، على بس ما اجهز السمكه كده. يلا بينا هنيجي هنا بقى نبص على السمكه دي. يلا يا احمد هات السمكه دي على ما اجيب انا السكينه. يلا بينا. بص بقى يا ابو حميد احنا بنعمل ايه هنا او هنعمل ايه؟ انا عايز هنا ايه؟ السمكايه دي مش عايز احطها زي ما هي كده، عايز اخليها بس عاجبني شكلها. بعد ما تسنوا السكينه لو انتوا بتسنوها في البيت لازم تمسحوا النصل بتاعها. ليه؟ لان لو بصيتوا هنا في المنديل هتلاقوا في رايش من الحديد بيبقى موجود بعد، اهو شايفين الاسود سنه ده رايش من الحديد بيجي بعد سن السكينه. ده يستحسن كمان مش كده بس، ممكن كمان نجري عليها ميه كده خفيف، الميه قطعه باين بس احنا عندنا بديل. جريت عليها ميه خفيفه كده واروح مسحها بالمنديل تاني. يلا حلو، اعملوا كده دايما بعد ما تسنوا السكينه، سواء بتسنوها في البيت او الراجل بيجي يسنها لكم اللي بيعدي تحت البيت ده. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنيجي هنا ونروح واخدين هنا شريحه كده. الله يا ابو حميد، عملنا ايه؟ فتحنا هنا فتحه صح؟ وهنقلب السمكيه كده ونفتح هنا فتحه برضو. طب وبعدين؟ اروح جايب هنا قدامي الملح والفلفل الاسود، اروح جايب كده رشه من الملح جوه السمكيه، تبلوا السمك من جوه، ورشه من الفلفل الاسود. حلو؟ واروح واخد كده ايه؟ رشه من الشبت. الاول الزعتر المجفف. يلا يا احمد. تسلم ايديك، تسلم ايديك. المخرج العظيم، فنان. وبعدين اروح جايب شبت واروح حاطه برده جوه السمكيه. فانا حطيت جوه السمكيه شويه عطور غير الفلفل الاسود، حطيت شبت وحطيت زعتر مجفف، عطر هيدي ريحه حلوه جدا للسمكيه. طب وبعدين هنعمل ايه؟ يلا بينا نشوف هنعمل ايه بالظبط. طب هو انا ليه بعمل كده؟ هنشوف حالا وجهه النظر اللي انا بعملها دلوقتي في السمكيه دي، ممكن تعجبكم وتنفذوها ان شاء الله، متاكد ان هي تعجبكم ان شاء الله. لا ممكن تقولي تاني يا استاذه لميس؟ والله طيب والله. طب يلا بينا، تسلمي. طب بصي يا لميس انا عملت ايه؟ انا جيت هنا، تسلمي يا حبيبتي. بصي انا عملت ايه؟ انا جيت هنا وخدت سلخه من السمكه، انا خدت فيليه سمك بس مش زي كل مره، كل مره بشيل السمك من الشوك ده، انا بس كل انا عايز اعمله ان انا شلت كده ايه؟ الجزء ده من السمكه. بص يا ابو حميد على الجمال ده. حلو؟ زي الفل. هعمل ده في الجزء التاني من السمكه. يلا يا احمد هنيجي هنا هلف السمكيه كده واروح جاي عامل نفس العمليه من الناحيه التانيه برضو. طب وبعدين بقى هرمي الشوك بتاع السمكه؟ لا انا هعمل شكل في السمكه حلو جدا انا بحبه شخصيا، لو انتوا حابينه تقدروا تعملوه، هوريكم شكله حالا دلوقتي. ايه دقيقة؟ حاضر يا حبيبي يلا بينا. يلا بينا بصوا هعمل ايه دلوقتي حالا. أنا عايز بعد ما أخلص السمكة دي يتفضل عندي شكل السمكة بس من غير سلسلة عظمية. يا سلام يا ابو حميد. بصوا بقى كده بقى عندي، بص يا احمد معلش ممكن تيجي هنا بسرعه بس قبل ما نخش على اي حاجه. بقى عندي كده الاثنين فيليه بتاع السمكه، هات لنا كده ده وبعدين هات لنا السمك. انا اسف. يلا بص ادي
قطعتين الفيليه بتوع السمك اهم، وادي عظم السمكه. بص يا احمد على عظم السمكه وشوك السمكه، الى حد كبير جدا الخلي كان جيد، فاحنا شايفين عظم السمك نفسه، شوك السمك نفسه، وفي هدر اقل ما يكون في الايه؟ في اللحمه. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هجيب الساطور. استاذه شاهين ده ازيك؟ اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، ايه الاخبار؟ الحمد لله. عامل ايه فيه؟ اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت بألف صحه وسلامه. وليه بتكلمينا منين؟ الله يخليك، احنا من الاقصر. من الاقصر، اهلا وسهلا بيكي وبكل اهل الاقصر. ايه الاخبار، عامله ايه؟ الله يخليك، الحمد لله. سهلا ان شاء الله دايما منور الساحه. الله يخليكي، منوره بيكي والله العظيم ثلاثه، ربنا يخليكي. احنا مبسوطين بوصفاتك جدا. انا يعني اللي مبسوط جدا جدا والله. يعني الله يخليكي، يسلم لي ذوقك والله العظيم، ربنا يخليكي. نور. عندك اي طلبات تحبي نعملها لك في الحلقات القادمه؟ الله يخليك، احنا بس عايزينك نشوفك كده على الساحه ومنور دايما باذن الله. تسلمي، تسلمي، ربنا يخليكي يا رب، نورتينا وشرفتينا. شكرا لحضرتك. بص يا احمد بقى، عشان هندخل ده في الفرن حالا قبل ما انت محتاجه. بص يا احمد، انا هنا طلعت من السمكه خمس قطع، طلعت الجزء الصغير بتاع الديل ده، تمام، وطلعت الراس، وطلعت السلسله دي. انا عايز السمكه دي يبقى شكلها حلو اثناء الشوي وتستوي بسرعه، فهعمل ايه؟ هاخد ده كده، الجزء ده اللي هي سلسلة ظهر السمكة، هاخدها دي احطها في الشوربة. فهعمل ايه؟ هجيب لها اناء تاني و هستخدمها في الشوربة. يلا يا احمد، بص هاخد ده هنا كده على جنب عشان استخدمه في الشوربة، وبعدين هاجي هنا للصينية الجميلة دي واروح عامل التالي بقى. تعالى يا احمد بص هنا من فضلك. بص هعمل ايه؟ هاجي هنا هروح جايب البطاطس والفلفل والشبت. يلا عشان احنا خلاص هنحط دي في الفرن ونطلع الفاصل بتاعنا يا ابو حميد. يلا بينا، هاجي هنا هروح حاطط البطاطس كده. البطاطس اللي هي ايه؟ البطاطس اللي هي تلات ارباع مطهيه. يلا بينا. طب ليه ما حطيتش ده في التشويح؟ انا عايز يبقى ليه طعم كده غير مطهي بالكامل. طيب هنعمل ايه بقى تاني دلوقتي؟ هروح جاي هنا واخد رشه من الملح، احطها هنا على البطاطس، رشه من الفلفل الاسود خفيفه، ورشه من الشبت. واروح جاي هنا جايب قطعة السمك حاططها هنا. شايفين جمال حتة السمك عامل ازاي؟ رشة من الملح برضو خفيفة والفلفل الأسود. طيب وبعدين هنعمل ايه؟ ممكن نجيبها كده سن. وبعدين هروح جاي هنا جايب راس السمكة حاططها كده. فأنا هحط السمكة، ممكن بقى نعدل ده سنة كده عشان نخليها بالورد، فتاخد السمكة قدر المستطاع بالكامل. حلو؟ يلا. وبعدين هروح جاي هنا واخد بعد ما ادي كده رشه الملح والفلفل تاني كده اللي انا حطيتهم، هروح جاي الاول جايب الكريم. يا ابو حميد شويه كده من هنا حلوين، يا سلام، وشويه الناحيه التانيه كده يا ابو حميد. حلو، السمكه هتبقى فوق الخليط ده وهتستوي بسرعه جدا، والخليط اللي تحت اصلا شبه مستوي. وبعدين هنعمل ايه؟ انا هحط بس الديل عشان يبقى شكله حلو، لكن كده كده احنا خاليين كل حاجه ومستعدين للسمكه العبقريه دي. وبعدين هنعمل ايه؟ وبعدين نروح جايين حاطين الجزء. طب حد بقى يسالني، طب انت يا شريف ليه خليت السمكه؟ ها؟ وبعدين ليه جاي تاني دلوقتي تحطها على بعض وتقفلها كده وتعمل الشكل ده؟ علشان الخلي بيقلل وقت التسوية. اللحمة المخلية على سبيل المثال بتستوي في وقت أقل من اللحمة اللي بالعظم. هنكمل كلامنا وهنعرف تفاصيل أكتر عن السمكة دي. أنا بس عايزكم تبصوا عليها كده بصة قبل ما أدخلها الفرن. بص كده يا أبو حميد، شايفين مخلية الجزء اللي في النص ده، ما فيهوش شوك
ولا عظم من عظم السمك. هناخد بقى السمكه الحلوه دي هتخش الفرن بالظبط ربع ساعه هتطلع مستويه، ودي عبقريه الخلي. هناخد فاصل، نرجع بعد الفاصل نتواصل. استنوا اللي جاي خطير. يا اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا من الفاصل. قبل الفاصل حطينا سمكه القاروص في الفرن اللي عملناها بالبطاطس والكريمه. تعالوا نشوف بقى وصفه لذيذه جدا وسهله وسريعه جدا، وصفه الجمبري بالثوم والكزبره. يلا بينا، تعالوا نقول مقادير. يلا يا احمد، مقادير جمبري بالثوم والكزبره. جمبري هتقول انا ليه مش كاتب جمبري حجمه ايه او كميته قد ايه عشان تجيبوا الحجم اللي تقدروا تجيبوه والكميه اللي تقدروا تجيبوه. ثوم مفروم، كزبره ناشفه، شبت مفروم، شطه مجففه، ملح وفلفل اسود وليمون. يلا نشوف هنعمل ايه بالظبط. هاجي هنا في الطاسه دي، موضوع سهل للغايه. الجمبري ما تتبلهوش قبل التسويه في الوصفه دي، مش محتاج اصلا نعمل كده اولا. ثانيا عند التنظيف كل اللي محتاجينه نفتح الظهر. هات يا احمد دي بسرعه قبل ما نحطها في النار. كل اللي احنا محتاجينه هو انه احنا نفتح ظهر الجمبري ونشيل الجزء اللي هو امعاء الجمبري اللي بتبقى موجوده اصلا في ظهره، تمام؟ يعني امعاء الجمبري ما تبقاش في البطن هنا ولا في الراس، تبقى هنا في الايه؟ في الظهر كده. يلا تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. هناخد ده زي ما هو كده او خليه هنا زي ما هو. هاتوا كده ابو حميد سريعا، هنروح مدينه كده وهو في الطبق رشه من الملح. ان شاء الله هتيجي دلوقتي. رشه من الملح، ايوه، ورشه من الفلفل الاسود. حلو. وبعدين ناخد ده ننزل بيه هنا في الطاسه. بص يا ابو حميد معانا، يلا بص على جمال الوصفه السهله دي اللي بتاخد بالظبط 3. يلا يا جماعه احسبوا معانا 3 دقائق تقليب كده، مش ما تخلوش الجمبري يستوي زياده عن اللزوم. بعد ما عملنا كده هنروح جايين هنا حاطين التوم، وبعدين التوم بعديه الكزبره ورشه من الشطه، وعلى حسب الكميه، على حسب انتوا بتحبوا الاكل حامي قد ايه. انا بحبه حامي شويتين. وبعدين ندي هنا كده ايه، يلا بينا تقليب حلو كده. يا استاذ ام احمد زي حضرتك؟ ايوه. ايه الاخبار؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا شيف؟ اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله، كل سنه وحضرتك طيب. وانت بألف صحة وسلامة. احنا بنحب حضرتك جدا. الله يخليكي، تسلمي لي. عندي ابن صغير بيحب حضرتك جدا، بحب يتفرج عليك ويسمعك. الله يخليكي، تسلمي لي يا رب، ربنا يخليكي. بنحب حضرتك جدا كتير. وبنحب اكلاتك وبنحب كل حاجة حضرتك بتعملها. الله يخليكي. طب قولي لي بقى، مالكيش طلبات معينة؟ أكلة معينة بتحبيها زيادة؟ عايزة تشوفيها بشكل مختلف. احنا كنا عايزين نسأل بس عن عجينة البيتزا. من عينيا، احنا عملنا بيتزا الولاد. ما اتفرجتش بقى على الحلقه. لا حاضر، لا اتفرجي على الحلقات بعد كده بس. جينا في الاخر بس حضرتك بقى كنت خلصت. ولا يهمك ولا يهمك. انا هخلي دلوقتي الاستاذه لميس او الاستاذ احمد عبد الحميد يحطوا لك على الشاشه مقادير البيتزا. حطوا لها بس مقادير العجينه، وهي شاطره هتعرف تعمل الصوص وهتعرف تعمل الحشوات اللي فوق البيتزا. يعني حطوا لها بس مقادير العجينه دي اهم حاجه. بص يا احمد كده قبل ما تجيب البيتزا بقى على جمال التسويه. الله عليك يا احمد، فاضل دقيقة هنخلص قبل الدقيقة دي كمان. اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم إنه من عارفين دي حاجات كده تبقى سهل ممتنع، اللي هو يبان إنه الأكل الحلو اللي حتى بيتباع في بعض المطاعم غالي، ما بتكلمش عن مطاعم الفاست فود أو حتى الكاجوال دايننج، بتكلم عن مطاعم الفاين دايننج، مطاعم فارهة مثلا على سبيل المثال. المطاعم دي الاكل فيها مش غالي بس علشان المكونات غاليه. ممكن تكون المكونات مش غاليه، ده في اغلب الظن بتكون المكونات مش غاليه. اللي بيبقى غالي هنا هو المعرفه. المعرفه هي اللي غاليه، المعرفه هي اللي بيدفع فيها فلوس كتير، والمعرفه هي اللي احنا بنقولها هنا في لقمه هنيه. بنقول انه التسويه ما تزيدش عن الحد اللازم، مش عايزين الجمبري يقفل على بعضه. يلا يلا بينا يا ابو حميد، انا كده خلاص خلصت الجمبري، هروح شايله من على النار واجيبه هنا. بص دي التسوية المظبوطة، مش عايزين الجمبري يقفل على بعضه وينزل ميته والكلام ده كله. حلو. وروح جايب هنا الشبت، رشة من الشبت، وحاططها على الجمبري وهو في الحلة بس بعد ما يطلع من على النار، وقلب الشبت يتحط بعد ما يطلع من على النار ونقلب، فالأكل ياخد ريحة حلوة
من غير ما الشبت يسود. الحاجات دي يا جماعه بسيطه لكنها عبقريه. هنعمل ايه هنا تاني دلوقتي؟ مش فاضل غير ان احنا بس نغرف الجمبري ده، وهنشوف الليمون دوره هيجي فين. ليه دور عبقري جدا هنتفرج عليه. عايز تاخد فاصل يا احمد ونرجع نعمل الوصفه الاخرى؟ يلا بينا. هناخد فاصل، نرجع من الفاصل نتكلم عن تقديم الجمبري، وبعدين نعمل السمك المقرمش. استنونا، اللي جاي خطير. يا اهلا وسهلا بيكم مره تانية. رجعنا من الفاصل. قبل الفاصل، بعد ما حطينا السمكه في الفرن في الفاصل الاول، وبعد ما طلعنا الجمبري من على النار في الفاصل الثاني، دلوقتي جه وقت انه احنا نشوف الوصفه الثالثه، اللي هي وصفه السمك الكريسبي السهله جدا البسيطه للغايه. تعالوا نشوف هنعمل ايه بالظبط. يلا بينا. ممكن تنزلنا المقادير يا ابو حميد؟ سمك كريسبي مقاديره كالتالي: سمك فيليه، توابل سمك. طيب ايه توابل سمك دي؟ دي مجموعه من التوابل اللي هي عباره عن كمون وزعتر، كركم خفيف، ملح وفلفل اسود. كل ده جوه التوابل اللي حضراتكم هتشوفوها قدامكم دلوقتي دي. توم مفروم، نص ليمونه، نص كوبايه دقيق، كيس بيكنج باودر، ملح وفلفل اسود، وزيت للقلي او للتحمير. هنعمل ايه؟ هنجيب اناء واسع الحجم اهو. وده سمك انا في الحقيقه قطعته. تعالوا نجيب حاجه نقطع، او خلاص هحكي لكم عن السمكه دي واحنا شغالين. بصوا، شايفين السمكه دي اللي هي الفيليه ده؟ اسمه سمك باسا. السمك ده الفيليه ده، دي من ارخص انواع السمك، وهتطلع طعم مقبول. ليه ما بقولش طعم خطير؟ عشان طبعا في انواع اخرى بتطلع اطعمه اخرى، لكن نقدر هنا بتكلفه بسيطه جدا نطلع طعم مقبول جدا. هنعمل ايه؟ نيجي هنا نجيب ملح وفلفل اسود وندي تقليبه، وبعدين ناخد شويه من خليط الكمون مع الكركم والزعتر، ندي تقليبه، وبعدين نيجي هنا ناخد شويه من الثوم وعصير الليمون. يا مالك ايه الاخبار؟ عصير الليمون خفيف. مالك ايه الاخبار؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كله تمام؟ اه. منورنا ومشرفنا يا مالك. قولي بتكلمنا منين؟ من اسكندريه. يا اهلا وسهلا باسكندريه. الجو عندكم عامل ايه النهارده؟ حر. حر؟ اه. ايه ده، الجو عندنا برد شويه على فكره في القاهره. احنا عندنا الجو حر وشمس. ماشي يا سيدي، حلو الكلام ده. قول لي بتحب ايه من الاكل؟ اخبار السي فود معاك ايه؟ انت اسكندراني. كويس. بتحب السي فود؟ اه جدا. وماما طباخه ماهره ولا اي كلام؟ لا طبعا، ماما طباخه ماهره. طيب نورتني يا حبيبي وشرفتني. قول لي في حاجه من الوصفات تحب نعملها لك قريب؟ اه، عايز الجمبري ممكن يتحشى ايه؟ يتحشي ايه؟ انت عشان تحشي جمبري ده محتاج يبقى جمبري عملاق. اه. هقول لك على وصفات حلوه للجمبري. بص، احنا النهارده يا مالك عاملين جمبري بالكزبره والليمون والثوم. تعالوا بس واحنا بنتكلم كده وبنحكي لمالك عن الجمبري، ناخد السمك ده ننزل بيه هنا في الزيت. يلا يا احمد. هاجي هنا كده اروح نازل في الزيت على طول بالايه؟ بالسمك. واروح بعديها تعالي ناخد استاذ يا استاذ انيس. ازي حضرتك؟ ازيك يا شريف؟ ما كانش ينفع النهارده اليوم ينتهي او يخلص. والله يا شريف غصب عني، يعني عارف ازاي ده؟ انا كويس قوي ان لحقتك كمان. عايز اقول لك ببقى مش قادر ان انا اكمل الحلقه. ربنا يخليك يا رب، وانا ما بقدرش، لازم اكلمك، ما اقدرش، انت عارف. الله يخليك لينا يا رب ويطمنا عليكي دايما. الله يخليك. يعني انت النهارده بتعمل سمك برضو بطريقه ثانيه؟ طب انا اعمل معاك ايه يعني؟ انا حضرتك تجربي بقى الوصفه وتقولي لنا. ده امبارح بقى عملته بقى يا شريف بطريقتك، السمك العروس اللي انا قلت لك عليه. ايه الاخبار؟ يجنن. الحمد لله يا رب دايما. انت عارف يا شريف ان انا ما كنتش باكل سمك ابدا في حياتي. ولا اي حاجه من السي فود يعني؟ ولا جمبري ولا سمك ولا كابوريا؟ الكابوريا، الجمبري والكابوريا. اه. وبعدين بقى لما شفت قلت لا لازم اعمل، فحبيت السمك عن طريق انت. والله انا ببسط جدا لما يعني لما حضرتك قلتي كده، او لما حد بيقول فكره انه كان في اكله ما بيحبهاش. وبعدين حبها لما عملناها بشكل مختلف. ده في الحقيقه يعني حاجه جميله، لانه بتحس ان انت غيرت وجهه نظر شخص عن الاكل. ده صحيح. انت عارف السمك ده كنت بكرهه، ما احبوش، مش عايزاه. ايه رايك في السمكه اللي طلعت دي؟ سمكه قاروص بالبطاطس والكريم، كريمه الطبخ، معموله بشكل يخلي السمكه مستويه حلو. السمكه طريه جدا ولحمها طري، ما نشفتش،
لان لا وايه كمان بقى كانت بس كانت انا فاكره كانت ماما تعملها في العزايم كده وتحط فيها جمبري كمان تحشيها بجمبري. طيب انا مبسوط انا بقى ازاي يا رب تكوني عجبتك جدا جدا جدا. يلا طيب الحمد لله يا شريف على كل حاجه حضرتك يا رب دايما كده يطمنا عنك ربنا يخليكي لينا ودايما مشرفانا ومنورانا بتليفونك وباتصالاتك و كل سنة وانتم طيبة بمناسبة شهر رمضان الكريم. نتمنى يا رب ان ربنا يعيد علينا الايام بالخير والصحة والسلام. تعالوا نبص هنا بصة كده على الوصفتين اللي احنا حطيناهم. شفت القرعة بتاعتي يا احمد؟ معلش. بص يا سيدي احنا هنا حطينا على السفرة ايه؟ احنا هنا حطينا على السفرة السمكة انا طلعتها من الفرن وفي نفس الوقت انا غرفت الجمبري. ولو بصيت على الجمبري هتشوف شكله عامل ازاي. احنا الجمبري ده ممكن نحط له فيليه ليمون. ايه فيليه ليمون ده؟ يعني نجيب كده ليمونه ونقشرها حاجه احنا بنسميها كده التقشير الجائر. يعني ايه جائر؟ هقول لكم حالا. جائر يعني تقشير زائد عن الحد اللازم بيعور زي كده. زمان لما كنت الواحد يجي يقشر برتقانه كده كان الواحد يخلي باله ان هو ما يعورش البرتقانه. انا بعور الليمونه. هات يا ابو حميد بقى الليمونه يا جدع. بص انا بعمل ايه؟ بقشر تقشير جائر بعور اهو. بصوا لو لاحظتوا كده بصوا ده شكل الليمونه الجلد بتاعها وده شكل اللحم. بعمل ايه بقى؟ بروح جايب السكينه هنا واخد قطعه كده وقطعه ثانيه كده عشان يطلع لي ده. ده فيليه الليمون. طب ايه الحسوكه دي؟ في الحقيقه ده طعمه حلو وشكله حلو جدا وشكل جيد للتزيين بدل ما نقعد نحط بقى ايه رشه الكزبره اللي في ناس بتضطر تعملها عشان ما عندهاش علم هتزين ازاي الاكل وهتعمل شكله عامل ازاي. ف دي طريقه لطيفه جدا هتدي طعم حلو طعم الليمون الجميل والمزازه بتاعت الليمون كمان هتطلعها في الوصفه. يلا تعالى ناخد واحده كمان. يلا بينا. هنعمل ايه بقى؟ هنيجي هنا نطلع السمك العبقري. بصوا السمك العبقري اللي هيطلع حالا. هات كده يا ابو حميد في الحته دي عشان هنحط السمك هنا من فضلك. يلا بينا. هاجي هنا كده ده السمك اهو هناخده بقى نحطه هنا. شفتوا شطاره السمك وحلاوته؟ كان سريع جدا وسهل جدا في العمل والتسويه كمان في نفس الوقت. هناخد السمك ده ونيجي هنا ناخد الليمون الجميل وناخد الشبت اللطيف. نيجي هنا كده نحط شرايح من الليمون هتدي طعم للسمك على فكره مش بس للزينه. وهتمتص بقى لو في اي ايه زيوت هتنزل من السمك كده ما نزلتش على المنديل. وبعدين ده هنروح مدينه كده ايه رشه من ونروح جايبين السمك نقدمه هنا ونتكلم بقى على وصفات النهارده. الله يا ابو حميد الله تضرب مثال في الاتقان والاحترافيه. دي حقيقه بجد مش بقلش يعني. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ انا بحط دلوقتي السمك المقلي اللي احنا قليناه وشفنا طريقه لطيفه جدا لقلي السمك. النهارده احنا عملنا ايه؟ غير السمك المقلي اللي انا بقدمه ده. النهارده عملنا سمك قاروص في الفرن مع البطاطس والكريمه وشفنا طريقه في التسويه للسمكه دي مختلفه الى حد ما. فيها تسوية للبطاطس قبل ما يخش الفرن مع السمك. عملنا كمان جمبري بالكزبرة والليمون كانت طريقة برضو شفناها مختلفة عن الطريقة المعتادة. بعد كده عملنا احنا قلنا ايه احنا عملنا السمك المقلي وعملنا الجمبري وعملنا سمكة القاروص والسمك الكريسبي. دي كانت سفرة النهاردة. دي وصفات النهاردة. اتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم واتمنى ان تكون الوصفات حلوه واتمنى ان الوصفات دي تكون اضافه لمطبخ حضراتكم قبل رمضان كده. احنا عارفين ان رمضان ما بنتقلش فيه في السي فود قوي فالنهارده عملنا سي فود عشان احنا داخلين على رمضان. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. اتبسطت جدا من متابعه حضراتكم واتبسطت جدا من التفاعل بتاعكم معانا اثناء الحلقه من خلال التليفون. اشوفكم ان شاء الله بكره في نفس الميعاد الساعه 1 الظهر على الهواء مباشره.